بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. شكرا أولا للزميل مهند الجالي هنا في ملعب برج العرب، ولقاء العودة مباراة نهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2019. الزمالك المصري التاريخ يواجه نهضة بركان المغربي الطموح طبعا في هذه البطولة. نادي الزمالك بجماهير وعشاق ومحبين وأنصار، وملعب برج العرب تقريبا ممتلئ عن اخره. هذا الملعب الكل يتحدث، جمهورك عايز يفرح يا زمالك. الزمالك يقدر، الامجاد والبطولات مقومات البطل ان شاء الله موجوده. اذكر مباراه الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي انتهت في الوقت البدل الضائع بهدف كان لنهضه بركان سجله اللاعب لابا كوجو في تلك المباراه اللاعب التوجولي. نادي الزمالك في مباراه اليوم رغم الغيابات ورغم الايقافات، ولكن ياتي بطموح كبير هنا في ظل نتائج الزمالك المميزه الحقيقه، وطموح اللقب وطموح البطوله اللي يريد الزمالك باصرار والروح والتوفيق ان شاء الله وعزيمه الرجال تحقيق وكتابه تاريخ جديد للزمالك الافريقي اللي يريد ان يتوج بلقب افريقي منذ ان توج بلقب ابطال افريقيا في 2002 امام الرجاء المغربي، وقد ايضا توج بالسوبر اخر القابه من 16 عام في فبراير 2003 امام الوداد المغربي في طبعا ملعب اللقاء. حكم بامالاك تسيما حكما لهذه المباراه. أبطال إفريقيا خمس ألقاب، فاز بالكؤوس الإفريقية مرة وتوج بالسوبر الإفريقي في ثلاث مناسبات. بامالاك تسيما حكم لقاء اليوم، الباحث الاجتماعي، صاحب يعني الحقيقة بصمة في عالم التحكيم الأثيوبي، يعاونه كل 28 عبد الله جمعة 22 في وسط الملعب، يلعب كل من محمد إبراهيم الكابتن والقائد رقم 20، طارق حامد رقم 3 أمام الثلاثي، إبراهيم حسن 18، كهرباء 11، يوسف أوباما رقم 10، ويبدأ مباراة اليوم حميد حداد يبدأ أساسيا رقم 19. وأمامنا هنا تشكيلة فريق نهضة بركان في حراسة المرمى. تعديلين النهاردة في نهضة بركان، بيبدأ محمد عزيز مكان سهيل اللي كان في الجنب الشمال كان لعب كبديل، يعود العربي الناجي في مباراة اليوم ويلعب مكان اللاعب محمد فرحان في التشكيلة. سيتياد وركل الجزاء وتقنية البار موجودة، لكن كرة تبعد، أول كرة وأول لمسة وأول مطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية من اللاعب محمد عزيز في الكرة الماضية، لكن هجمة خطيرة لابا كوجو والعشير، لابا كوجو والعشير، خلي بالك خلي بالك يا محمود علاء، هذه الكرات الخطيرة اللي هيعتمدوا عليها من لابا كوجو. أمامنا هو كرة ولاعيبة الزمالك بتطالب الحكم بتقنية الفار في اللقطة الماضية. بص الهجمة السريعة، بص الكرة ملعوبة بتتلعب في المساحات اللي خلف عبد الله جمعة، وادي أمامنا محمود علاء اللي محمد إبراهيم على حساب محمود عبد العزيز، مخاطرة ومخاطرة مطلوبة، واحدة لأوباما، أوباما 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 يا راجل تحت جول، يا راجل يا راجل تحت جول يا أوباما تحت جول. ادي اول فرصه زملكاويه في الدقيقه السابعه، انفراد لاوباما، لكن يا ولد يا ولد على التمريره، يا ولد على التمريره، اتعملت حلوه قوي 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 يا كهربا، ولكن ادي احداد هو اللي عاملها على فكره، وادي امامنا اوباما، لكن كره اوباما تطلع الى خارج، انفراد لاوباما انفراد لاوباما، والحارس امامنا هو عبد العالي المحمدي. لقاء الدور نصف النهائي وتفوقوا على الزمالك بهدف في لقاء الذهاب، وهنا لقاء العوده في وسط الملعب على طول. ادي التحركات خطير امامنا، حمد العشير العشير، لكن تسديده ترتطم في الونش ويع لابا كوجو، العشير ياخذ الجانب الاخر وطمع فيها طمع فيها اللعيب الحريف الماكر في اللقطه الماضيه، خدع الجميع. لابا كوجو خطير امامنا، هو لابا كوجو فرصه كبيره جدا، لكن شوف اللعب على المساحات، حتى الان نهضه بركان ناجحين في السيناريو اللي وضعه المدرب منير جعواني ونادي الزمالك، لابد ان يتدارك هذه الامور، لان استغمايبا اللي بتضحي وبتلعب وبتبذل كل جهدها، كل هذه الامور ان شاء الله تكون يعني مقومات الفوز والانتصار. استلام على طول امامنا هنا كهربا، استلام محمد ابراهيم والكره مسدده، محمد فوز وحيد في هذه البطوله للانديه المصريه، كان من نصيب الاهلي على حساب سيو سبور الايفواري في 2014، والاسماعيلي خسر امام شبيبه القبائل
في عام 2000 بالمسمى القديم. ادي ضغطه هنا ورقابه لاباكوجو، لاباكوجو والونش، لاباكوجو عدى عدى لاباكوجو، خطير خطير لاباكوجو، رجعها للخلف وعلى طول يكمل هو عبد الله جمعه. لكن هنشوف الفكر الركنيه القصيره امامنا، اوباما ابراهيم حسن تدخل قوي جدا جدا في اللقطه الماضيه، وادي امامنا الاستلام المره دي طارق حامد يضغط فاول على طارق حامد. عزيمه وقهر المستحيل، وهذه الجميل الوفيه حقيقه تستحق هذه البطوله. محمد عبد الغني لاباكوجو الخطير، لاباكوجو يلف لاباكوجو لكن الى خارج الملعب، وكرات الثابته الخطيره هنا والمعتاد يتقدم هنا اللاعب المدافع. ادي امامنا الراسيه من دايو لكن تمر بسلام وتطلع الى خارج الملعب. خطوره رقم اربعه بيتقدم في هذه الكره، تبص امامنا هي الكره ملعوبه ملعوبه الكره الماضيه لكن معاه محك في هذه المباراه. الشوط الاول وصلنا للدقيقه 39 وما زلنا مع التعادل السلبي، وادي لاباكوجو الخطير، لاباكوجو الاولى مرت، وادي العرضيه من بكر الهلالي انفرد في الدقيقه السادسه، ولاباكوجو وادي كهربا تسديده بعيده قوي كهربا لخارج الملعب. عنده قرار، هو اللي عنده القرار، هو اللي عنده القرار. امامنا هنا محمود علاء ومواجهه مع الحارس المرمى المحمدي عبد العالي المحمدي، ومحمود علاء اللقاءين، لكن هدف التقدم هنا في هذه المباراة. الزمالك يتقدم، البار يعطي الحق لنادي الزمالك، لمسة يد من العربي الناشي في كرة ابراهيم حسن. بص امامنا، بص ايده، بص ايده، بص ايده، ولمسة اليد والحكم اللي عاد الى الفار، ولكن محمود علاء يحير كل الحراس ويسجل امامنا هنا في هذه اللقطة هدف التعادل للزمالك في مجموع اللقاءين وهدف التقدم في هذه المباراة. مهم قوي، مهم قوي الهدف ده من ركلة الجزاء لمحمود علاء، والفرحة والمدرجات والجمهور في الفرصة التاريخية. انصف صاحب الخبرة، صاحب الأداء المميز، والمواجهة مع الحارس المرمى الحارس عبد العالي المحمدي. سجل محمود علاء هدف اللقاء من ركلة الجزاء خالد بوطيب وأولى الكرات، والحارس أمامنا عبد العالي المحمدي واللاعبين. وادي اول كره، يا ولد يا ولد، الاولى الاولى الاولى، سجل المغربي خالد بوطيب في نهضه بركان. مهمه قوي الاولى، مهمه الاولى، مهمه الانطلاقه، مهمه البدايه، ومهمه الركله الاولى. هنا الزمالك يتقدم بهذه الركله الاولى، لكن لسه طبعا ادي الكره ملعوبه، قنبله قنبله راح لفريق نهضه بركان. الركله الاولى لنهضه بركان، اعتقد محمد عزيز، محمد عزيز بالقدم اليسرى، لا ده العشير، حمد العشير امامنا هنا، ادي حمد العشير، حمد العشير وركله الترجيح الاولى، وجنش وجنش بره وبره وبره، الركله الاولى بره. الله اكبر، الله 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 الله، الركله الاولى للعشير بره، خالد بوطيب سجل والعشير امامنا اهو، بص الكوره هي رايحه بره. أعطى الزمالك الفرصة للعب ركلات الترجيح. محمود علاء، محمود علاء الركلة الثانية، محمود علاء والحارس عبد العالي المحمدي. ضغط العصبي والنفسي لكن محمود علاء يدخل، محمود علاء يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الثاني 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 يا زمالك، الثاني يا زمالك، الثاني يا زمالك. الزمالك هنا متقدم بالركلة الثانية، سجل أبو الطيب وسجل محمود علاء وعبد العالي المحمدي. حرك جنش في ركلة الترجيح الثانية، إذا دي الركلة الثانية بقى بتنفس حاليا، اللي ضاعت دي خلاص ما تحسبش لأن جنش اتحرك. إسماعيل المقدم وجنش، جنش في هذه اللقطة، جنش وإسماعيل المقدم، جنش وهدف. هنا تبقى النتيجة بعد الركلة الثانية 2-1، الركلة الثانية 2-1 أمامنا هنا. هذه الكورة بعد ركلتين نادي الزمالك، سجل خالد بوطيب، محمود علاء كان ضيع حمد العشير وكان ضيع اسماعيل المقدم، رجع وعادها تسيب بملاك امامنا هنا، والكره من اسماعيل عبد الله ينفذ، لكن العوده للفار عبد الله جمعه. كل التوفيق ان شاء الله لعبد الله جمعه، عبد الله جمعه ومواجهه مع عبد العالي المحمدي. ادي الجماهير
الجمهور عبد الله جمعه. عبد الله يا عبد الله حبيبي، عبد الله عبد الله يا عبد الله، دلع عبد العالي المحمدي في اللقطه الماضيه. متدربين نادي الزمالك اتدرب على كده ترجيح مع كريستيان جروس. بص الاعصاب وبص الجهاز الفني، بص الاصرار وبص الروح. نادي الزمالك بهذه الروح ان شاء الله هيكون بطل لهذه النسخه. لابا كوجو، لابا كوجو الحريف بيضيع، اللاعب الخطير بيضيع. ادي امامنا التوجولي، التوجولي لاعب التوجولي، لابا كوجو هداف البطوله 8 اهداف في مواجهه جنش. الركله الثالثه للتوجولي لابا كوجو. جنش ولابا كوجو الركله الثالثه. كل التوفيق لجنش في هذه الكره وفي هذه اللقطه. لابا كوجو وجنش، ونشوف القرار من جنش في ايه؟ حارس المرمى وركلات الترجيح امامنا. المهم ان النادي الزمالك هو اللي يستطيع انه يفوز في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه. ولابا كوجو وجنش، جنش جنش ولابا كوجو، والركله الترجيحيه الثالثه. الركله الترجيحيه الثالثه لابا كوجو، لابا كوجو، لابا كوجو يسجل لابا كوجو. تبقى النتيجة 3-2 بعد 3 ركلات لكل فريق. ادي امامنا هنا الكرة، الركلة الرابعة للزمالك. الزمالك متفوق بعد 3 ركلات 3-2. والطيب محمود علاء عبد الله جمعة، والعشير ضيع وسجل اسماعيل. ركلة ترجيح يوسف اوباما، يوسف اوباما. كل التوفيق يوسف، كل التوفيق ليوسف اوباما وعبد العالي المحمدي. اوباما وعبد العالي المحمدي. الركله الرابعه اوباما، اوباما، اوباما. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا اوباما، يا ولد يا اوباما، يا اوباما. او او اوباما، او او اوباما. يا ولد يا ولد. الركله الرابعه المهمه، المهمه، المهمه جدا في هذه اللقطه. مقدم ولابا كوجو وضيع حمد العشير. وامامنا هنا دايو، دايو يستعد. ركلة قد تكون ركلة الفوز واللقب. دايو البوركيني 4 اهداف في هذه البطولة. وجنش وقمة التركيز. جنش عايز يضع بصمته، عايز يضع بصمته جنش، ولكن كرة في المقص. وتبقى النتيجة بعد 4 ركلات 4-3 لصالح نادي الزمالك. اللي داخل يسجل ان شاء الله الزمالك يتوج بلقب هذه البطولة. الزمالك يتوج بهذه البطولة. ادي امامنا الكرة من احمد سيد زيزو، وركله الترجيح القادمه اللي امامنا هنا لنادي الزمالك. احمد سيد زيزو وعبد العالي المحمدي، ركله الترجيح الخمسه. احمد سيد زيزو وركله الترجيح الخمسه. ركله ترجيح 5 تعني ان شاء الله البطوله. بسم الله وبسم الله.